انت وصاحبك عندكم واحد الحاجه كتخصني انا ماشي ليكم. كيفاش ما فهمتش؟ ديك الهضره كامله ما عندي ما دير بدي الماء فين خبيت سيدي؟ راه ما عندي حتى شي فكره على داكشي اللي كتقولوا. زعما سيدي هو اللي يخليكم تموتوا؟ فكروا مزيان. راك غلط ما عندنا حتى شي سيدي. ما بغيتيش تهضر الكلام. شوفوا بلا غوات راه تندير غير خدمتي. اش بان لك الشك؟ ما توقفش تقول لك فين هو؟ غير شحالنا بزاف شنو سيدي كي داير وشنو فيه؟ طلقوني انا الله يرحم الوالدين راكم غالطين. طلقوني انا الله يرحم الوالدين. شوف انت خليهم حتى الغدا في الصباح ونتفاهموا معاهم خليهم هما راكدين هكاك نيت. ديركم بين يديكم الكلاب قولوا لنا اللي كاين ونيونا. صافي صافي غنقول لك اللي كاين بشرط تخليونا بوحدنا. علاش قلتي لي اصاحبي بلي حنا راه عارفين؟ اللهم نقول له الحقيقه ولا يقتلنا. موريس الا ساق الفار بيننا حنا اللي قلنا عليه راه غادي يقتلنا. اللهم نموتوا هنا. تفكوا بعدا من هذا الموت عاد نفكروا لهذيك. هذا كانت كفسه. كون هاني. وهاد القضيه بعدا راه ما عنديش مع الكتب قولوا الصراحه وهنيونا.
العصور مكتوب الزهور حكايات الحور الحزن والسرور مكتوب السطور والريح والبدور فاطمة فوق الحجر جالسة تبكي